الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على رسول الله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، والإخوة الحضور، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول الله سبحانه وتعالى: وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. وأنه لما قام عبد الله يدعوه كادوا يكونون عليه لبدا. قل إنما أدعو ربي ولا أشرك به أحدا. قل إني لن يجيرني من الله أحد ولن أجد من دونه ملتحدا إلا بلاغا من الله ورسالاته، ومن يعص الله ورسوله فإن له نار جهنم خالدين فيها أبدا. في هذه الآيات يبين الله سبحانه وتعالى منزلة رسوله الكريم محمد بن عبد الله عليه من ربه أفضل الصلاة وأتم التسليم، حيث أنه رسول من الرسل الكرام، بل هو أعظم الرسل، وهو خاتمهم وسيدهم عليه الصلاة والسلام، وهو سيد ولد آدم ولا فخر، وأعلى الله سبحانه وتعالى مقامه ومكانه، وجعل كل طريق إلى الله سبحانه وتعالى لا يوصل إلى الله إلا طريق رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم مع ذلك أمر الله سبحانه وتعالى النبي صلى الله عليه وسلم أن يتبرأ مما هو من حق الله، لأن الله سبحانه وتعالى له الحق العظيم، وهو أن يعبد وحده لا شريك له. فقال الله سبحانه وتعالى: وأن المساجد لله، وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. يبين الله سبحانه وتعالى أن المساجد، وهي إما أماكن العبادة أو أعضاء السجود السبعة، ده الكل نسمهم مساجد، أعضاء السجود السبعة، الجبهة، وأشار النبي عليه الصلاة والسلام إلى الأنف واليدين وبواطن القدمين والركبتين، ده السبعة أعضاء دي لله، لأن ربنا سبحانه وتعالى هو الذي خلقها، ربنا عز وجل هو الذي خلقها. فربنا قال لك أماكن السجود خلقها الله، والأعضاء اللي بتسجد بها وتتذلل بها لربنا سبحانه وتعالى أيضا خلقها الله. فما دام أن الله هو الخالق فهو المستحق للعبادة وحده لا شريك له، وهذا هو الذي جاء من أجله الأنبياء والمرسلون، أن يقرروا للناس أن العبادة هي حق لله جل وعلا، لا يشاركه فيها لا ملك مقرب ولا نبي مرسل، وهذه دعوة جميع الأنبياء والمرسلين. وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا، أي فلا تدعوا مع الله أحدا من المخلوقين ومن الشركاء ومن الأصنام ومن الأولياء ومن الأنبياء وغير ذلك. ما تنادي مع ربنا سبحانه وتعالى وتصرف عبادة هي من خصائص الله ومن حق الله لمخلوق مهما علت منزلته. عشان كذا ربنا قال: وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. وهذا هو الذي يدعو إليه الدعاة، أداء المغلغل أهل الشرك وأهل الباطل، ودعاة الفتن، ودعاة الجماعات الماسكين المنابر في البلد كلها إلا ما رحم ربي، كلهم يحاربوا في دعوة الأنبياء والمرسلين، وطالع فوق ورابط طعمة وتلقاه مريح إلى آخر، فهمت؟ ويحارب دعوة الأنبياء والمرسلين. إما تلقاه صوفي زي حميدة، ده شيخ الحمامات، دي مش مزعلات تاني، حتسمعها من جديد، من هنا نبدأ، تفهم الموضوع يا شيخ الحمامات؟
انت قال لو اشتغلت بعد المغرب سيمحى عنك ذلك الوشم لما خلاص اتنحتت، الا تخلي الشرك بتاعك والضلال بتاعك. جايب له 70 كتاب. زمان لما كان بيشتغل بغادي في السوق جوا كان عنده عربيه وكان بيشحد الجماعه في رمضان. انتوا ناسين ولا شنو؟ مش رجعت للشرك؟ ننكت لك الماضي كله ان شاء الله. فهمت؟ للرمضان لما يقرب يقول للناس يا ناس 5 جنيه ما بتحارب الوهابيه. 5 جنيه شنو؟ لو جبت قنبله نوويه ما بتحارب دعوه الله. طب هو في مخك؟ فهمت؟ ويجيب كيس العصير، كيس العصير ما لم بفوقه حماده جاي شغال بعد المغرب. يا حماده الله يديك، هسي عليك الله يا حماده. انت لو عندك عقل صحيح، وانت ما حمام ذاته، خليك من شغل حمامات. لو انت صحيح طايوقك ده شغال، الباسم بتاعك ده لو ما كركعوبه وفاضي ساكت وقت الغلاء والناس كلها بتنقز والناس بتتكلم عن مظاهرات ومارقه، داير تعمل لك حلقه وتغش الناس بانه وهابيه كعبين. هو الوهابيه قالوا الله في السماء، والوهابيه وما الوهابيه، وبعد ذاك تفرش لك دلقان دار الناس يملوا لك. انت مفهوم يا حماده؟ الناس دي تعبانه. انت قال الناس دي مارقه من الصباح في شنو؟ عشان يجي تجي تلقطها. انت عارف من نعم الله سبحانه وتعالى على الناس ان يبتليهم بهذه المصائب دي، نعمه من الله. عشان حماده يقعد ساكت، عربيته بتكون واقفه في البيت، قبل سنه كانت فاقده فيها مشكله في المكنه، هسه بتكون فاقده شاسيه ذاته. بعد شويه يا حماده انت طاقتك وعمتك ذاتها ما بتلقى. والله يا حماده لو داير قروش ما تشحد الناس الله يهديك، وتعمل حلقات. انت عارف الناس لو اتفقوا معاك يا حماده تخليك ما تخليك زول بليد. ولده المره اللي فاتت الحلقه اللي فاتت جه هنا وجدع الكرسي بتاع واحده هنا شغاله، شال الكرسي بتاع جدعه لانه شغله سخنت معه. الناس دي لو اتفقوا معاك انه الوهابيه كعبين وانه الوهابيه ما بزول عايل لهم مره واحد، ما بزول بديك حاجه. اسي باقي لك يا حماده الدعوه بتاعت التوحيد دي كثير من الناس ما راضينا، ومن ما تجي تتكلم تلقاهم بيطنطنوا. باقي لك راجين حلقتك دي عشان ينبذونا، يعني احنا ما عارفين بينبذونا بدري. فيا حماده خرجت تتوب الى الله. ربنا قال يا حماده وكل البشر وان المساجد لله فلا تدعوا مع الله احدا. ما بحلك يا حماده، اخر لك تبقى زور راجل تشتغل زي الناس الشغاله في السوق ده. فهمت؟ ان شاء الله عربيتك دي تاجرها، تعلم فيها الناس السواقه، نجي نحن نسحبها ونقلبها لك عشان تاني ما تجي راجع ذاته. انت فاهم؟ اشتغل لك شغله بتاعت رجال، عتل في ظهرك يا حميده بدل ما تاكلوا اموال المساكين. فهمت؟ ولذلك الدعوه دي بحاربوها كتار زي حميده، زي اخوان مسلمين، زي غيرهم. ونحن بنقول لهم ابشروا، كل مره الناس بترجع وتعرف التوحيد. وكثير من الناس يقول لك السبب بتاع الغلاء هو الشرك والقباب والاضرحه والكلام الوسخ والفارغ بتاع الصوفيه في الجرائد وفي وسائل الاعلام المرئيه والمسموعه، ونداء غير الله سبحانه وتعالى ومبارزه الله سبحانه وتعالى باعظم الذنوب. يا اخي اذا كان ربنا سبحانه وتعالى قال للنبي عليه الصلاه والسلام لا تجعل مع الله الها اخر فتقعد مذموما مخذولا، وبعد ما ربنا ذكر وصايا كثيرة ربنا قال ذلك مما أوحى إليك ربك من الحكمة ولا تجعل مع الله إلها آخر فتلقى في جهنم ملوما مدحورا، أي مطرودا من رحمة الله جل وعلا. عرفته؟ ولذلك يا أخواننا الآيات دي فيها فوائد كثيرة. ربنا سبحانه وتعالى قال وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا، وأنه لما قام عبد الله يدعوه قال العلماء وهذه الآية من الآيات التي فيها تشريف للنبي عليه الصلاة والسلام، فيها تشريف لأنه ذكر النبي عليه الصلاة والسلام في أعلى المقامات في مقام الدعوة بوصف العبودية، فقال وأنه لما قام عبد الله، مقام كبير وسامي للنبي عليه الصلاة والسلام، وأنه لما قام عبد الله كادوا يكونون عليه لبدا،
قل إنما أدعو ربي ولا أشرك به أحدا. عرفته؟ النبي عليه الصلاة والسلام قال لك قل إنما أدعو ربي ولا أشرك به أحدا، زي ما ربنا سبحانه وتعالى قال قل إني نهيت، شوف الآيات دي واضحة كيف، قل إني نهيت أن أعبد الذين تدعون من دون الله. ربنا سبحانه وتعالى نهى رسوله عليه أفضل الصلاة والسلام أن يدعو أو أن يجعل مع الله إلها آخر، وهو صلى الله عليه وسلم المنزه عن الوقوع في مثل هذه الأمور. النبي عليه الصلاة والسلام ما بيقع في شرك وكبائر وذنوب ومعاصي، معصوم عليه الصلاة والسلام. بعد ربنا سبحانه وتعالى نهاه، العلماء قالوا النهي ده نهي لنا نحن، نهي للأمة المحمدية عشان ترجع وتتوب إلى الله سبحانه وتعالى. وربنا قال للنبي عليه الصلاة والسلام قل لا أقول لكم عندي خزائن الله، خزائن الله أنا ما عندي، عشان ما تقول يا رسول الله أنا داير مدد، أنا داير رزق. دعيت النبي عليه الصلاة والسلام وقعت في الشرك بالله. الدليل قال الله سبحانه وتعالى فلا تدعوا من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك فإن فعلت فإنك إذا من الظالمين. لما تقول يا تستعين وتستغيث وتسأل الله من خزائنه، ما بتجر اليد إلا لربك الكريم العظيم السميع البصير الذي يعطيك سؤلك. وأما العبد المسكين الفقير ما عنده حاجة، خليك من الوهمات والمسرحيات بتاعت الصوفية دي، ها مسرحيات بس. انت عارف لو جابوا بتاعين أفلام هوليود وقالوا طبقات والضيف الله ولا كتب البرعي، والله يضحكوا 10 سنة، 10 سنة تضحك في كتب البرعي، كلام فارغ ساي. الولي جر الشمس، والولي قلب التمساح حجر، والولي بيعوج الحنك، والولي بدي الجنة، والولي من شجرة قلب بني آدم، والولي بيتصرف في الكون، والولي بيعلم الغيب. يا أخي جايبين في الكتاب ده كلام وسخ ذاته، ها؟ قال لك شيخ يجامع زوجته وهي ما عارف وين وهو وين، هذه ذاته كيف ذاته؟ لا لا ده لا يهدى ولا يباع ولا يشترى ولا يقرأ ولا يسمع. فهمت؟ كلام ذاته غريب. الهوس بتاع الصوفية ده، الهوس والشرك والضلال والباطل اللي بيعملها الصوفية عبارة عن مسرحيات. يا صوفي هوي، يا خنجر ولا إزارق ولا غيره، انتوا بتنزلوا المطر الايام دي العيش غالي، نزلوا المطر الايام دي، نزلوا مطر عشان نزرع علينا حبوب وكذا، الدقيق ده شويه يرخص وينزل تحت. فهمت؟ لكن الشرك ده هو السبب في محق المحق بتاع البركات. وربنا سبحانه وتعالى قال عن ناس فرعون لما لم يستجيبوا لنبي الله الكليم موسى عليه الصلاة والسلام، ربنا قال فأرسلنا عليهم القمل والضفادع والدم آيات مفصلات فاستكبروا وكانوا قوما مجرمين. عرفتها؟ ربنا قال فلما عتوا عما نهوا عنه قلنا لهم كونوا قردة خاسئين. شوف ربنا سبحانه وتعالى بيبتليك بالمصائب دي عشان ترجع وتؤوب إلى الله سبحانه وتعالى. فلما المصائب والفتن تخليك ما ترجع لربنا سبحانه وتعالى ويتعمي بصرك وبصيرتك وتواصل في تماديك في نشر الشرك والباطل، فأبشر بقرب الأخذ وبقرب الهلاك العام الذي يأخذك به الله أخذ عزيز مقتدر. لأن ربنا سبحانه وتعالى قال واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة. عشان كده نحن بنجي الأماكن دي دارين أول حاجة نمرق رقبتنا. النبي عليه الصلاة والسلام قال مثل الواقع القائم بحدود الله والواقع فيها كمثل قوم استهموا سفينة. ناس ركبوا في سفينة قاموا قالوا البركة بتحت منه والفوق منه، عملوا قرعة من السنة، فناس فوق وناس تحت. التحت كان بيمشوا للفوق يشيلوا الموية ويجوا راجعين،
قاموا قالوا لو أن خلقنا في نصيبنا خرقا حتى لا نؤذي من فوقنا. قالوا يا الناس دي عاملين فوق عندهم أحاسيس ومشاعر، فهمت؟ قالوا الحق نجيت هنا عشان يا أخي الناس الفوق ديل ما في داعي نزعجهم، واحد بيكون نايم، واحد بيكون مساهر وكذا، واحد بيكون أكل له سمك داير يهضمه بينومه، عشان كذا ده ديل قاموا قالوا الاقتراح ده. النبي عليه الصلاة والسلام قال فلو أنهم تركوهم لهلكوا وهلكوا جميعا. لو قالوا يقدوا السفينة عشان يشيلوا موية طوالي حيحصل شنو؟ سفينة بتغرق. قال ولو أخذوا بأيديهم لنجوا ونجوا جميعا. عشان كده نحن بنعمل الموضوع ده أول عشان ننجي نفسنا. يعني لو كان حماد الشرك بتاعه ده ها ما كان في العالم ده، أو على الأقل كان في كوكب تاني، كان المصيبة بتكون أهون. الشرك بتاع حميدة ده لو كان، لكن شوف انت ماشي في السوق وحميدة مركب ميكروفوناته، دي مشكلة كبيرة، فهمت؟ دي مشكلة كبيرة جدا. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال قل إني لا أقول لكم عندي، قل لا أقول لكم عندي خزائن الله ولا أعلم الغيب. شوف الكلام ده واضح كيف؟ كلام واضح أوضح من الشمس. يجيك واحد دلقون أسي قاعد مدفون تحت الواطة، عضام ذاته ما بتلقين، مات جوا الواطة وشبع موت لو صحت العبارة، والدود أكلوا نجموا ونجم الدمورية المغتين به، أبوك الشيخ فهمت ما خلى فيه أي حاجة إلا عجب الذنب، فهمت؟ نجموا مرة واحد انتهى. بعد ده الناس ماسكة فوقه ويجي يقولوا لك يعلم الغيب، زي ما قال البرعي قوماك نزاور الأولياء الأقطاب لهم نشاور. تشاور لك زول ميت انت بليد ها؟ قال منهم خفي الحال، منهم مجاهر، منهم عليم بالغيب باطن وظاهر. سؤال للي بيعلموا الغيب باطن وظاهر، العيشة دي برنامجة كيف؟ بتزيد ولا حتنقص؟ الدولار حيمشي قدام ولا بيرجع ورا؟ نعمل شنو؟ ها؟ تاني في سلعة حزين؟ سلعة عشان نخزينها فهمت؟ ولا كده أمشي أنصحوا المسؤولين، أمشي أقول لهم والله ها في تزرعون 7 سنين دأبا فما حصدتم فذروه في سنبله إلا قليلا مما تحصنون. قول لهم كده، لكن تبقى زي العالم بالغيب وما تكليك مجدوع هناك ها في زريبة من الزرايب وشغال دور بس دور في الأمة هوس وشرك وباطل تنشره بين الناس. عشان كده النبي صلى الله عليه وسلم قال قل لا أقول لكم عندي خزائن الله ولا أعلم الغيب. وعائشة رضي الله عنها قالت في صحيح البخاري لمسروق لما قال لها أرأى النبي صلى الله عليه وسلم ربه، قالت له لقد قف شعري مما قلته، الشعر بتاع جسمي وقف فوق. قالت أين أنت من 3 من حدثك بهن فقد كذب أو فقد أعظم على الله الفرية، ومنها من حدثك أن محمدا صلى الله عليه وسلم يعلم ما في غد فقد كذب. البرعي كذاب لأنه قال شيوخه بيعلموا الغيب. ده الموضوع المفروض الناس يتكلموا فوقه. يجيك واحد تكفيري بليد تكفيري موضوعه كله نزغط نزغط ويزغط يزغط، يا أخ تزغط أنت يا أخ، عواليك تكفيرين قاعدين هنا، صادق عبد الله وسعيد نصر وما أعرف ليك مين، شلة من الشفوت ديل برضو دايرين لهم جلدة وبسطونة، فهمت؟ منهج فارق ما بيصلح الناس. المنهج بتاع الأنبياء اللي بيصلح الناس هو المنهج بتاع التوحيد. يا أخي عشان كده النبي صلى الله عليه وسلم قال لا أحد أو ما أحد أصبر على أذى يسمعه من الله، لا أحد أصبر على الأذى يسمعه من الله. قال انظر كيف يشركون به، شوف ربنا حليم كيف. قال انظر كيف يشركون به ويجعلون له ولدا ثم هو يرزقهم ويعافيهم ويدفع عنهم. الحمد لله بقت على العيش، ما بقى في أضان أي واحد مننا في أبو الجندب، والله دي نعمة من الله أحمد الله عليه. الحمد لله بقت على العيش، ما ربنا سبحانه وتعالى
رسل لنا صاقعة تخسف بين الواطة. ربنا سبحانه وتعالى قال وقارون وفرعون وهامان فاستكبروا في الأرض وما كانوا سابقين فكلا أخذنا بذنبه. فمنهم من أرسلنا عليه حاصبا ومنهم من أخذته الصيحة ومنهم من خسفنا به الأرض ومنهم من أغرقنا وما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. مثل الذين اتخذوا من دون الله أولياء كمثل العنكبوت اتخذت بيتا. الليلة بتلقى ناس زي بيت العنكبوت، السودان ده زي بيت العنكبوت، العنكبوت ده بيت العنكبوت ده الصوفية. تلقى خيط من الشيكينيبة خاش الجزيرة مارقة في كردفان، ده بتاع مكاشفية. تلقى بتاع سمانية تاني واحد جاي في أم مرح وبيجاي في حصحيصة دي اسمها إنه طابت ومارقة هناك فهمت في ود العجوز. وخيط تاني جاي من الختنية في الشمالية وتلقاه شايلة بحلفة. بقت خيط والناس ماسكة المكاشفي بدي الجنة والبرعي بدي الولد، وفي واحد اسمه راجل السبت مدفون في الشمالية لكن يوم السبت بيمشي بيتحد بيمشي لبيض فهمت. وفي اسماعيل الولي. الشغلة دي بيت بتاع عنكبوت والشعب السوداني ماسك في بيت العنكبوت وما في أي حاجة واقع لتحت. أها في شنو؟ لقيتوا شنو من الصوفية ديل؟ لقيتوا شنو؟ ماكلين عيشكم فهمت؟ ومازنكم ومزعجنكم ومتعبنكم وفي الدين وفي الدين ذاته ممسكنكم الدين الغلط. الطرق الصوفية بشتى أنواعها. عشان كده لو دارينا نحن عندنا اقتراح محترم جدا عشان العيش ده ينزل، جيبوا لنا طواغيط الصوفية كلهم يكون يوم بتعزينة وأن يحشر الناس ضحى، أعملوا إجازة للشعب السوداني ومناظرة مع الصوفية ديل، والزول اللي بيسهر له والحق يرجع ويتوب إلى الله سبحانه وتعالى فهمت. والصوفية ديل نحن بندعوهم في قنواتهم، الغنوات دي كلها تجي وتقوم مناظرة. هل التصوف ده دين بيدخلك الجنة ولا دين بيوديك جهنم؟ لأنه الدين دينين. ها ربنا سبحانه وتعالى قال قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين فهمت. فنحن نعمل معهم مناظرة تنقل على الملأ فهمت في استاد الخرطوم بدل العلاد ديل أو الجماعة ديل يعملوا لك الذكرى الخامسة للحوت. خلونا نعمل بس مناظرة واحدة من أجل المناظرة الأولى من أجل نزول الدولار، المناظرة الأولى ونزول العيش مع الصوفية كلهم جيبوهم. بتاع الكباشي اسمه مين الطيب الجد ولا اسمه منه؟ جيبوا عثمان البشير الكباشي، جيب بتاع ود بدر، جيب بتاع التجانية حميدة خليه يوزع لهم الموية، جيب حامد بابكر فهمت؟ كل الناس ديل جيبهم على صعيد واحد فهمت؟ والله العيش ينزل، والله وبالله وتالله والله الناس تمشي قدام. لكن ما دام الشرك قاعد وإذاعة ساهور والغنى بتاعتهم هاي 92 شفرة قاعدة، الناس دي ما بتمشي قدام. إن شاء الله تتواصل الحل.